السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. تصريحات المدرب السوري ياسر السباعي بعد نتيجة مباراة سوريا والأردن الأخيرة. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. يرى المدرب السوري ياسر السباعي أن اتحاد الكرة في بلاده يتحمل مسؤولية النتائج السلبية للمنتخب الأول في بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات، وكان المنتخب السوري قد خسر الخميس أمام نظيره الأردني 2-0 بعد أن افتتح مشواره بالتعادل السلبي أمام فلسطين. وقال السباعي في تصريحات تلفزيونية: هل يعقل أن يكون رئيس الاتحاد هو نفسه مدير المنتخب ورئيس البعثة ورئيس أكثر من 4 لجان في الاتحاد؟ مكان رئيس الاتحاد هو السدة الرئاسية وليس على دكة البدلاء. وتابع: المدرب الألماني شتانجا اختار التشكيلة الأساسية لنصور قسيون أمام الأردن بشكل خاطئ. الإحصاءات للمنتخب الأردني في مباراة استراليا تؤكد أن 44% من هجومه كان من الجهة اليسرى، فهل يعقل أن يشرك عمر خريبين كلاعب وسط بنفس الجهة وله 50% من المهام الدفاعية؟ وأضاف في تصريحاته: حين يكون مدير المنتخب لاعبا دوليا وكذلك المدرب المساعد قويا فهما قادران على مناقشة المدرب. واختتم: لدينا العناصر الجيدة والإمكانيات الكبيرة، ولكن للأسف لم تجد من يسخرها لخدمة المنتخب فنيا وانضباطيا. لم يرسم المنتخب الخطة المناسبة حتى يقدم أفضل ما لديه في البطولة. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.